السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. عودا حميدا بعد انقطاع دام لمدة يومين، كان عندي ظرف طارئ. نتائج مباريات الأسبوع 22 التاسع عشر آسف التاسع عشر من الدوري الإماراتي أو دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد انتهاء المباريات بتاعة الجولة 19 يوم السبت 14/3/2020. هنتكلم عن ترتيب الهدافين وترتيب فرق الدوري الإماراتي. أيضا بالنسبة للنتائج، الوصل فاز على حتى 3-2، شباب الاهلي فاز على عجمان 5-2، النصر فاز على خرفة كان 1-0. يوم السبت 14/3 الوحدة فاز على الزفرة 2-1، بني ياس فاز على اتحاد كلباء 2-1، الشارقة فاز على الفجيرة 3-0، والجزيرة فاز على العين الاماراتي 3-1. خلينا نتعرف الان على ترتيب فرق الدوري الاماراتي او دوري الخليج العربي الاماراتي وترتيب الهدافين. ارجو الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو لو امر رجلنا. بالنسبة لترتيب فرق الدوري الإماراتي، في المركز الأول شباب الأهلي ب 43 نقطة، العين في المركز الثاني ب 37 نقطة، الجزيرة في المركز الثالث ب 36 نقطة، الشارقة في المركز الرابع ب 35 نقطة، الوحدة في المركز الخامس ب 35 نقطة، النصر في المركز السادس ب 31 نقطة، الزفرة في المركز السابع ب 29 نقطة، الوصل في المركز الثامن ب 29 نقطة، بني ياس في المركز التاسع ب 23 نقطة، عجمان في المركز العاشر ب 18 نقطة، اتحاد كلباء في المركز الحادي عشر ب 16 نقطة، خرفكان في المركز الثاني عشر ب 15 نقطة، حتى في المركز الثالث عشر ب 13 نقطة، والفجيرة في المركز الرابع عشر والأخير ب 12 نقطة. أما ترتيب الهدافين، فيأتي عندنا في جدول ترتيب الهدافين، في المركز الأول اللاعب لابا كوجو فودو لاعب العين ب 18 هدف، في المركز الثاني سبيستيان تيجالي لاعب الوحدة ب 15 هدف، وفي المركز الثالث علي أحمد مبخوت لاعب الجزيرة ب 13 هدف، وأحمد خليل لاعب شباب الأهلي، وفي المركز الرابع فابيو دي ليما لاعب الوصل ب 12 هدف، وجواو بيدرو لاعب الزفرة، وبينيل ملابا يأتي في المركز الخامس لاعب اتحاد كلباء ب 11 هدف، وريان منديز لاعب الشارقة، في المركز السادس يأتي ويلتون سواريز لاعب الوصل ب 9 أهداف، في المركز السابع الفارو نيغريدو لاعب النصر ب 8 أهداف، وإيجور كورونادو لاعب الشارقة، في المركز الثامن وبكر تراورلي لاعب عجمان ب 7 أهداف، وليوناردو سوزا لاعب شباب الأهلي، وجمال معروف لاعب العين، ودودو لاعب خرفكان، وريكاردو جوميز لاعب اتحاد كلباء، وفاندر فييرا لاعب عجمان، وويليام اوسو لاعب عجمان ايضا، وفي المركز التاسع كايو لاعب العين ب 6 اهداف، وايضا بيدرو كاندي لاعب شباب الاهلي في المركز التاسع ب 6 اهداف. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه ليصلك كل جديد، وفعل زر الجرس وما تنساش اللايك المتين، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى عن الدوري الاماراتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.